وللأسف قد يحصل من بعض الخاطئين شيء من هذا القبيل، عنده علاقة غير مشروعة مع فتاة، وين يتواعدوا؟ يقول لها تروح المدينة باعتبارك رايحة للزيارة، وأنا أروح باعتباري رايح إلى الزيارة. سبحان الله، عدمت كل بقاع الأرض، رحت أنت تختار هالمكان الذي اختاره الله باعتباره أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رحت تختاره وتركت كل هالصحاري والبراري والقفار والمدن والمناطق حتى تختار هناك إلى جوار رسول الله تمارس هذه المعصية. يذهب إلى ذاك المكان والعياذ بالله لكي يمارس العادة السرية والعياذ بالله. هذا عمل منكر، عمل محرم، أنت مختار أطهر المواقع، أطهر البلاد إليه لكي تمارس هذا العمل المحرم. تركت السرقة في بلدك ورحت تختار أن تسرق غيرك في ذلك المكان، في كربلاء، في النجف، في مكة، في المدينة، في هذه الأماكن وأشباهها.